ماذا يعمل العلماء؟ تنتشر البراكين في المملكة العربية السعودية على هيئة حزام واسع يمتد من جنوب المملكة العربية السعودية إلى الشمال والشمال الغربي. وفي هذا الحزام تظهر معالم مختلفة للبراكين، منها الجبال والفوهات البركانية والحرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم، أحمد صالح. ومثل ما أشرت بالفيديو السابق عن حزمة أدوات باستخدام الذكاء الصناعي، تلزمنا في إنشاء المحتوى التفاعلي والاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. واليوم بهذه الخدمة أشير إلى أهمية احتياجه بالأخص القائمين على تصميم دروسنا التفاعلية في منهجنا الدراسية بالعموم. فكيف ممكن بعد ما نعمل مشهد أو مشاهد كاملة لأي درس كان ضمن برنامج باوربوينت وأستعين بالذكاء الصناعي كفويس أوفر، بالأخص ربما القائمين على تصميم الدروس التفاعلية ما يكون عندهم إمكانية بشراء معدات صوتية أو يجهزوا استديو للتسجيل وهذه الأشياء، والأصوات تختلف، فكيف ممكن نستعين بالذكاء الصناعي لحتى ناخذ منه أصوات جدا جميلة يقرأ لي فيها النصوص لأي مادة كانت، عربي أو علوم أو رياضيات أو لغة إنجليزية، أيا يكن المادة التعليمية، في تصميم الدروس التفاعلية أستعين بخدمات الذكاء الصناعي لحتى يكون عندي الصوت بكواليتي عالي، واضح أنه المتخصص فويس أوفر باللغة العربية يعطيني الشيء اللي أنا محتاجه. بالفترة الأخيرة المعلوم أو بانطلاقة العام الدراسي الجديد، من المعلوم أنه تم التركيز على ضرورة رفع المستوى للمعلمين والمعلمات بامتلاك مهارات تصميم الدروس التفاعلية وتقديمها عبر منصات أو عبر بروجيكتر في مخابر تدريبية أو تعليمية متخصصة، أو ربما يكون أونلاين، أو ربما أنا أعمل مشاركة للطالب مع ناتج الدرس التفاعلي وأرسله عبر فيديو أو عبر تطبيق على الجوال، أيا يكن. لكن في عنا إلزام بهذا الموضوع أو توجه بارتقاء المعلمين والمهارات بهذا الموضوع. اليوم كلامنا ما رح يكون كيف أنا أعمل مشهد، كيف أعمل رسمة، كيف أعمل إنيميشن للدرس أو ما شابه ذلك، فقط رح يكون مقتصر على كيفية تسجيل الفحوى العلمية أو المادة العلمية لهذا السلايد باستخدام الذكاء الصناعي. فلو كنت مهتم بهذا الجانب ابقى معي بهذا الفيديو لحتى نأخذ تغطية وشرح كامل من الألف إلى الياء، كيف ممكن أخذ السكريبت الخاص بهذا المحتوى وأستخدم أداة من أدوات الذكاء الصناعي للفويس أوفر، ويكون المنتجات موجهة خصيصا إلى باوربوينت وخصيصا إلى الدروس التفاعلية، لكن ربما تحتاج أنت بأي شيء آخر حسب المحتوى الانتقائي معي. لكن الدروس التفاعلية الآن إلى معول جدا كبير، لازم نزيد من الاهتمام في هذا الجانب. ويلا حتى نبدأ مباشرة بلقائنا الجميل والعطير مع حضراتكم لهذا اليوم. أهلا بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل هذا اليوم. المعروف أن المناهج توزع على ملفات البي دي اف، هذا ملف موجود لمادة علمية معينة، طبعا الدرس بيتكلم عن البراكين، كان من محض الصدفة يعني ظهر معنا، وفي عندي هذه الفقرة الأولى اللي تشرح يعني فكرة معينة. بغض النظر عن المردود العلمي أو عن الدلائل العلمية، أنا محتاج أعرض هذه الفكرة على باوربوينت تفاعلي، فلذلك قمت باستخدام مشهد كامل مثل ما نكون شايفين، مشهد كامل وضعت عليه النصوص، بعض الانيميشن حضرته للقاء اليوم. إذا كنتم مهتمين في تصميم الدروس التفاعلية بإمكانكم تسيبوا لي في التعليقات، ممكن ننزل محتوى متخصص بهذا الجانب إن شاء الله وتعالى. لكن الفكرة أنا كيف ممكن أستثمر وجود الصوت، وهذا كان محور لقائي مع حضراتكم اليوم. طبعا في رابط خاص بوصف هذا الفيديو لموقع flicky.ai، هو الموقع يلي من خلاله رح نطلع أو رح نحول النصوص إلى فيديو أو إلى صوت باستخدام الذكاء الصناعي. ممكن أنا أستخدمه بفترة معينة أو بليمت معين لبعض الأصوات بشكل مجاني، فالأمر يساعدني في الموضوع. إذا حبيت أخذ شيء مخصص أكثر، فالأمر لازم أفوت إلى البلان اللي هي البرايسينج وأشترك بخطة معينة وأدفع فلوس وأخذ خدمات يلي مقابلة حسب كل احتياجه. راح أضغط على ستارت فور فريم مباشرة. طبعا أنا قبل كنت مسجل حساب عليه، أنت كل ما هو مطلوب أنك تختار مثلا جوجل
جوجل ويذ أو كونتينيو ويذ جوجل، وتختار الإيميل اللي أنت راح تسجل من خلاله وتسجل باستخدام الجوجل بشكل جدا بسيط وسريع. عبيلي ويلكم أحمد صالح، أهلا بك أحمد صالح. فخلاص الآن المشاهد اللي أنا لازم أشتغل عليها أو الملفات اللي ممكن أنا أشتغل عليها هي موجودة بهذا المكان. راح أتوجه الآن إلى نيو فايل حتى أعمل ملف جديد ومشروع جديد، ومن ثم نبدأ إلى التالي. فالآن هو عم يسألني إني محتاج فيديو أم أوديو أونلي أم صوت فقط. نحن الآن محتاجين إيش؟ محتاجين الصوت، فبنختار أوديو أونلي. بيقلي اللانجويج هو محتاج يكون الصوت بأي لغة، فبقله اللغة العربية، وبيقلي كمان إذا كان في عندك لهجة معينة، يعني ممكن تختار المصري، تختار عراقي، تختار كويتي، لبناني، حتى السوري وحتى السعودي، تختار أي لهجة ممكن تتكلم فيها. أنا أختار اليونايتد أرابيك بحيث يطلع لي أكبر مجموعة من الأصوات، وممكن أختار أحد منها. مثلا عندي درس تعليمي، ماذا عنوان الملف يعني، تمام، ممكن أنا أخطأت، خلني أكتب تمام درس تعليمي، وقال له خلاص سبمنت ويعمل لي إنشاء لهذا البروجيكت على المنصة مباشرة. ممتاز، كلام جميل. طبعا منلاحظ في عندي النبذة اليمينية هي نفس المعينة، مفتاح بلير تشغيل المدة الزمنية، وعندي على اليسار موضوع الباك جراوند أوديو إذا حبيت أحط موسيقى بالخلفية. حاليا ما أنا محتاجين نعمل ديليت لهذا البلوك تمام أو المشهد يعني، وممكن أجي للمشهد الثاني بهذا المكان. راح أكتب قبل ستارت رايتينج، اكتب النص هون وراح تقراه فاطمه. فاطمه هو تم يعني اقتراحها من قبل المنصه لاني انا اخترت اللغه العربيه، وممكن ايضا نختار اي حد. الان راح نشوف كيف ممكن ان اغير النصوص، او عفوا اغير مقدم الصوت واني اسمعه. خلني مباشره اتوجه الى النص اللي قمت بتنسيقه او راح يتم قراءته، بختار نسخ وبرجع الى المنصه وبعطي لصق. رح يعمل لصق لكن بطريقته، ربما يفصل لي يعني النصوص عن بعض البعض، يقترح علي يكون كل واحدة في مشهد ففصل النصوص عن بعضها، ما عندي مشكلة. ممكن أنا أرجع أختار كنترول زائد إكس وبعمل كنترول زائد في، وبرجع بختار كنترول زائد إكس وبرتب النصوص أنا بالطريقة يلي بتناسبني، ما عندي مشكلة بالموضوع، الأمر متاح. لكن في عندي لكل مشهد أو لكل بلوك يعني في عندي ليميت، يعني أعتقد 200 حرف أو ما شابه ذلك، يعني ممكن إذا كانت خطيته يعني ما يسمح لي اللي يقوم بإضافة مشهد آخر. الآن النص اللي أنا رح أضيفه هو وسع معي بمشهد واحد، ما في مشي بالموضوع. أما بقية المشاهد اللي بقيت فارغة ممكن أجي أعمل ديليت للصوت فقط، أو أني أعمل ديليت يعني للمشهد كامل تمام. ممكن أعمل ديليت خلاص وأنا بيكون يعني حصلت على مشهد واحد يكفيني حسب الدرس، ممكن تضيف أنت ما تشاء على فكرة. خلني أعمل ديليت بهذا الشكل، برضو بجي بعمل ديليت الجزء الأخير، خلاص بقي عندي فقط جزء واحد هو خاص بالنص المراد قراءته. ممكن تضيف درس كامل، كل درس له فقرة 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 لحتى ما تضل كل مرة تشتغل. الآن في موضوع الصوت فاطمة ربما أنا ما أضطر أني أشتغل عليها، كيف ممكن أنا أجي لموضوع الأصوات؟ فبنكر على الاسم لمرة واحدة لحتى نحن نوصل للإعدادات الخاصة بالصوت. طيب بيسألني عن اللانجويج، اخترنا عربية. بيسألني عن اللغة فاخترت اليونايتد أرابيك وعطيته أول، أظهر لي كل الميل أند فيميل، والفويس ستايل هو الديفولت موجود أساسا. ممكن أن أختار أي صوت. الصوت اللي سمعته قبل شوي هو صوت الحمدان، هذا الحمدان صوته جميل يعني، وسبق استخدمته حتى بالفيديو السابق باقتراح تقرير كامل عبر قناة عالمكم باستخدام الذكاء الصناعي. ممكن باللقاء القادم كيف نكتب سكريبت إذا أنا ما عندي سكريبت لفكرة معينة ضمن الدروس. خلني أعطي سيلكت. في حال كان عندك أكثر من مشهد وحبيت أنك تضيف هذا الصوت على كل المشاهد، منفعل هذا الخيار وبقال له سيلكت. أما إذا كان في عندك مثلا مشاهد فيها أدوار، دور إلى ذكر ودور إلى أنثى، ممكن نختار كل مشهد له صوت مخصص، فما عندي مشكلة أيضا بالموضوع. خلني أعطي الآن سيلكت، فلي رح يقرأ هذا الصوت هو حمدان. ممكن الموضوع يأخذ منك دقيقة أو نصف دقيقة لحتى المنصة تعمل معالجة للتغيرات اللي صارت، ومن ثم تبدأ بالاستماع. خلنا نشغل نشوف الصوت لسه ما اشتغل معنا أو اشتغل المتقدم شوي تمام. فخلني أرجع من الأول لأنه هو ما انتهى معالجة، الآن بشغل وعلى أعتقد انتهى معالجة. تنتشر البراكين في المملكة العربية السعودية على هيئة حزام وسك. خلاص الموضوع جميل للغاية، النص واضح ومشكل وبتدقق كل شيء. أفترض إذا كان حصلت أنت على نص معين أو أنت قمت بكتابته بدون تشكيل، يصير فرق بالكلمات، يعني بدل كلمة يقدم قراها يقدم، فهي بدون تشكيل فربما يتغير مع اللفظ. كيف ممكن أنا أشكل أو محتاج حد يشكل لي؟ فإذا كان النص طويل يلزمه تشكيل كتير، لذلك رح ناخد موقع اسمه موقع شكل لي
تمام، ورح يكون موجود معاكم بوصف هذا الفيديو أيضا. تمام، ممكن أنا ألصق النص وأقول له شكل بكامل أو تشكيل أواخر الكلمات أو تشكيل إلزامي، أي شيء على بالك يعني ما عندك مشكلة بالموضوع، ممكن تضيف النص بهذا المكان، ابدأ التشكيل وتنسخ النص بعد التشكيل وتجيب له حتى أقرأ لك إياه. فبيكون حتى موضوع التشكيل نحن حلينا، تبقى فقط بعض الكلمات إذا كان تشكيله قواعديا من خلال منصة تشكل لي خاطئا، أنك تكون رقيب على هذه الأمور وأمورك كلها بالسليم. إذا نحن بعد ما قمنا بإنشاء الحساب على المنصة واختيار العمل يكون أوديو أولي أوديو فقط، وقمنا باختيار المقدم الصوت وكتبنا النص كاملا من المنهج الدراسي نفسه، واستمعت بعض المعالجة فشفت الموضوع كله نظامي وجيد، ببدأ بتحميل مباشرة. فرح انقر مفتاح التحميل، بختار ستارت اكسبورت، نقول له ستارت، رح يعمل عملية معالجة بسيطة ومن ثم يبدأ بالتحميل، وتقوم بإضافة هذا الصوت إلى الفقرة التعليمية ضمن درسك التفاعلي في برنامج باوربوينت. هذا هو كان محور لقائي مع حضراتكم اليوم. أنا ما حبيت أتأخر عنكم ولا أطول بهذا الفيديو، أعطيتكم اللي أنتم محتاجينه بشكل مختصر. فإذا كان في احتياجات أخرى حابين نتكلم عنها مش خاطرة على بالي، أو هي مهارات أنتم محتاجينها، سهموا معي بالتعليقات لحتى نعرف مدى الاهتمام بأي فكرة وأي فقرة وأي إشارة أو دلالة، سواء كان الرسم أو التحريك أو الانيميشن أو الاختبارات التفاعلية، أي شيء على بالكم سارعوا معي بهذا الموضوع. طبعا هو بعد ما ينتهي معالجة أنقر على داونلود فايل وخلاص، يعني يحصل عندك ملف الصوت بلاحقة MP3 تضيفه إلى السلايد المخصص بهذه الفكرة. أتمنى يا رب إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. ففضلا وحبا وتكرما لا تنسوني من تفاعلكم بداية، ومن دعوتكم لي ثانيا، ترزوا كل خير ودمتم برعاية الله. محبكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.